طبعا هلا انتوا عرفتوا كيف تطحنوا، عرفتوا كيف تطحنوا بطحانة القهوة المواد هذه. هلا مثلا في عنا القائمة طويلة شو المواد اللي ممكن انا اطحنها واخلطها مع زيت الزيتون اللي تعطيني هذه الفاعليات بدون اي حساسية او اي شيء لانها صالحة. وانا بحكي لكم الخلطة هذه بعد تجربة اكثر من شهور لوضع المواد هذه على الوجه، على الراس، على الصدر، على الظهر، اللي اشوف انه في اي مضاعفات. بالعكس كل الجلد ناعم، في تقرحات شايفين ما في، في حروق ما في، في اي مشاكل. يعني جلدي انا عمري 49 سنة وفي وبستخدم هاي الزيوت من 30 سنة، من كل شغلي في هالزيوت هذه في وضعها والمساج معها لعملية تدخيلها بشكل أفضل، وشغل الأروموثرابي والعلاج بالروائح هذه من الزيوت هذه، هذا مضمون وهذا مشهور وهذا معروف في إمكانيته الفعالة في تخفيف حدة الآلام والمساعدة على النوم وتخفيف حدة الالتهابات. بس أكثر شغلة بنستفيد منها تخفيف حدة الآلام، إذا خففنا الآلام إحنا بنكون حققنا نجاح كبير. المخلوط عشان ما أطول عليكم، ممكن بدنا نحط قرنفل نطحنه، القرنفل بدنا نحط النعنع، بدنا نحط الزعتر أو الأوريجانو، بدنا نحط الزعتر طبعا هاي كلها المطحون بدنا نطحنها. الزعتر إذا بتحطوا زعتر معمول فلسطيني اللي بنكون مضيوف عليه سمسم، لأنه لازم نحط كمان ملعقة سمسم. هاي المواد خفيفة نظيفة كويسة للجلد ضد الالتهابات. شو ممكن أنا أضيف لإلها؟ بدي أضيف معلقة للمطحون هذا من ملح الهمالايا أو أي ملح صخري أو أي ملح بحري موجود عندكم بدكم تضيفوه. شو ممكن أنا كمان أضيف؟ بكفي هاي المكونات بتضيفوها على طحانة القهوة بتطحنوها بطلع عندكم مادة بودرة زي العجينة زي الطحين، بودرة الطحين هاي بتضيفوا. إذا البودرة هذه ممكن تستخدموها على مرحلتين، اسمعوني بس لأنه هاي الشغلات مهمة. أول مرحلة بتحطوا البودرة هاي في مياه دافئة، بتحطوا معلقة معلقتين بتخلطوها مع كاسة مياه دافئة بالطريقة هذه، وبتضيفوا عليها ملعقتين خل، أي خل موجود عندكم في البيت، تفاح، رمان، عنب، أي خل بتحطوها على المية ملعقة ماشي مع الخل مع المياه، ومع تضيفوا لها كمان زيادة ملعقة كمان من الهمالايا، وتحطوا المسحوق هذا اللي طحناه في الكاسة هذه. هلا بصير في عنا مياه مع المسحوق هذا ومع الأملاح. هاي المياه بدي أخذ في البشكير أحط فيها على البشكير وصير أفرك المناطق هذه، المناطق هذه كلها أفركها. منطقة العصب بنبلش من المناطق اللي هون، من مناطق لتحت، بنبعد عن العينين، بنبلش من المناطق هذه، من المناطق هذه، المناطق ورا الرقبة، من يعني هذه النصف بدنا ندهنه بشكل كويس وندعك من الزيو في البشكير، اللي نعمل عملية تنظيف لكل المنطقة وتفتيح للمسامات وتحفيز للعصب اللي هو بيكون هاي الأعصاب سطحية، يعني التأثير عليها بسهل بسهولة. يعني إذا لفحة بتخليك بتشل وجهك، لفحة يعني برودة وسخونة، فما بالك في أي ضربة أو أي شيء، أو تحط مياه مع الخل مع الأملاح. ما هي الخل الأملاح أساسية جدا لتنشيط الأعصاب، يعني هاي بتقوي الأعصاب، لأنه الأعصاب للتغيرات العصبية وللتنقلات الذبذبات العصبية الأملاح من بوتاسيوم من مغنيسيوم من صوديوم ضرورية في عملية تنقيل تنقل الإشارات العصبية وتقوية الإشارات العصبية وتحفيز الدماغ وعمل الهرمونات وعمل المواد هذه اللي هي ضد الأكسدة، هذا كله موجود في الأملاح. احنا لما نحكي عن املاح مش بس بنحكي عن الملعقة او الملعقتين هدول من املاح الهمالايا اللي حطناهن، انا بحكي كمان عن الاملاح اللي موجودة في الزعتر، اللي موجودة في النعنع، اللي موجودة في المواد التانية اللي موجودها موجود فيها كمية من الاملاح. طبعا السمسم لحاله، ما انتو بتعرفوا السمسم لحاله فيه املاح كتير، من اهمها
الكالسيوم. فهذه الأملاح الموجودة في داخل هذه المواد بتعمل نفس عمل الأملاح الهيمالايا، يعني هي عملية شفط، عملية سحب للسموم وإعطاء مواد غذائية عن طريق تدخيل عن طريق الجلد للأعصاب وللعضلات، لأنه هاي كمان بتغذي العضلات وبتغذي الجلد، وهذا اللي بدنا اياه. بدنا نحفز العضلات ونحفز الاعصاب ونشيل الاحتقانات. واذا بدكم تضيفوا اشي افضل عليه بعينكم الله، يا بتطحنوا ملعقه الحب السوداء او ملعقه بتضيفوا لها حب الرشاد. حب الرشاد نفس القضيه من الاملاح والمعادن اللي موجوده فيه، فوضعها بالميه بالمسحوقات بدون زيوت، وعمل التنظيفات هاي او السكراب اذا بدكم تسموها، هذا بنظف وبيحيي منطقه الجلد وبنشط الاعصاب ونشط. خلصنا من موضوع المسح والفرك والسكراب في المي السخنه مع الملح مع الاعشاب هذه، بنيجي لموضوع الزيوت. طبعا الزيوت فقط هو هذا نفس المسحوق، نفس المسحوق بنضيف عليه زيت الزيتون وبنخلط وبنخلط وتصير في عنا سائل مع خشونة الفايبرز. هذه الفايبرز شايفينها، هذه الخشنة لأنه ظل سيد طحين بس خشن. هذه الخشونة مقصودة، أنا لما أنا طحنت هاي المواد كلها والأملاح مع في المادة واحدة وظلت فيها خشونة، يعني ظل فيها فايبرز، يعني ظل فيها شغلات خشنة اللي بدي إياها. ليش بدك يا دكتور هذه هلا اذا واحد بيسالني مين افضل استخدم الزيوت هيك لحالها الجاهزه اللي هي طبعا غاليه ومش مضمونه الفعليه ولا شيء، ولا استخدم هاي الزيوت اللي انت حضرتك سويناها في البيوت هذه عنا بوضع المواد اللي احنا عارفينها واللي احنا ضامنينها واللي احنا ضامنين واثقين في انها امنه مليون مليونين في الميه، واثقين في انها ضد الالتهابات، لانه كل الابحاث بتثير أو بتشير عن الموضوع أو كل الأبحاث والنتائج تاعتها لاستخدام هذه الأمور كلها جايبة نتائج إيجابية، ومن أفضل الأمور اللي بتعملها في تخفيف هذه الحدة الألم اللي هي هذا العلاج التقليدي أو العلاج التحفظي بدون استخدام الأدوية للسيطرة على الأعراض و الوصول لمرحلة العلاج. هلا غير بنطحن، ساعتها بنحط زيت الزيتون وبنبلش نفس القضية، بنمسك المنطقة هاي كلها، فروة الراس، المنطقة العلوية، منطقة الأذن، منطقة الرقبة، منطقة الوجه كلها، بدنا نعمل حركات المساج. مليون ألف فيديو نزلنا لكم إياه عن حركات المساج، سواء من عندي أو من البنات هدول اللي قاعدين بتطوعوا، وبعطوكم شغلات كمان عشان يوثقوا المعلومة عندكم ويدخلوا المعلومة بأسلوب تاني بشكل أفضل، اللي عملية التكرار وعملية تغيير الأشخاص في إعطاء المعلومة اللي احنا بنعرض لكم إياها، هذا مقصود لهدف إنكم الأمور هاي تستوعبوها، واللي انتم طبعا صرتم دكاترة 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 في الأمور هذه، لأنكم عرفتوا كل الأسرار هذه للعالم كله شو قاعد بيسوي من خلال هالصفحة هذه. والله لو انكم الطلاب تاعونا اللي بيخلصوا بكالوريوس ما باخذوا عدد محاضرات كد المحاضرات اللي بنعطيكم اياها، يعني في اليوم 10 محاضرات عن 10 مواضيع وكلها بالصميم وكلها ملخص للتطبيق، يعني احنا تطبيقيين مش عمليين مش نظريين، يعني ما بنحكي، احنا بنشتغل وبنعمل وبنحكي وبنوصل بالطرق هذه كلها. المهم الموضوع يوصل. خلصنا من موضوع المساج بالزيوت هذه للعصب السابع اللي بيقول لي شو علاج العصب السابع بعد. انتوا بتحبوا تغصونا امرار وتقولونا، يعني بخلص الحلقة واحد بكتب في التعليق طيب يا دكتور ممكن علاج العصب السابع لو سمحت. طبعا في عنا العصب السابع، في عنا العصب السادس، في عنا العصب الخامس، ماشي الحال. وهذول كل الأعصاب هذه بتتوكل في مناطق معينة، في منها أعصاب حسية، حسية يعني بتنقل الألم، بتنقل الحرارة، بتنقل الشعور بالوخز بالنمنمة، وفي منها أعصاب حركية اللي هي بتحرك العضلات هذه وبتعمل انقباض للعضلات.